عندنا اولا واحد من النجوم اللي تتلمذوا وترعرعوا زي ما بيقولوا كده، وتاسس في مدرسه يوسف شاهين ترعرعوا عيب عليك في مدرسه يوسف شاهين السينمائيه. هو مش بس كان واحد من النجوم اللي قدمه يوسف شاهين كبطل، الا انه كمان كان دينامو مهم جدا في المنظومه اللي اسمها مصر العالميه او افلام يوسف شاهين. شخصيه محترمه جدا، هيكون معانا النهارده النجم سيف عبد الرحمن. الله، الفن الحلو بقى، الفن الجميل، الفن اللي يقدر يحكي كلنا حكايات، لان هو تتلمذ على ايدين اساطير اصلا يعني، وناس جامده جدا جدا في الفن. انا هسيبكم انتوا تتكلموا عن الفن واكلموا انا عن الحاجات اللي بحبها. ايه بقى؟ الجواز بقى والطلاق والحركات لا ما تقوليليش عندك كراش برضو. لا مش كراش، بس عندي تساؤلات. عندك تساؤل اكيد. لا ما هو انا بقى لو فضلت كده الناس هتقول ان انا عندي دادي ايش. دادي ايش بالظبط؟ لسه هقول. ايوه كل الفنانين. الحمد لله. طب بنحب حد يعني معجبين يعني عندنا كراش من الجيل الاصغر شويه؟ والله كل الاجيال يا شريف، كل انا مش عتقه. طب مين في الجيل الحالي؟ الجيل الحالي اللي هو ايه؟ احمد عز، كريم عبد العزيز، احمد السقا، مين بقى الكراش بتاعك؟ كريم ومحمد احمد سقا. ايه؟ محمد سعد. محمد سعد. عمرو سعد. عمرو سعد. يا لهوي عليا. حلو ماشي. عمرو عبد العزيز طبيعيه يعني عادي. وذن ريدج يعني زيها زي ناس كتير وبنات كتير قوي، فكده انت معديه. الفقره الثانيه مهمه بالنسبه لي قوي بصراحه، اللي هي مستشارك الخاص. النهارده هنتكلم عن الحاجات القانونيه اللي مش بنبقى واخدين بالنا منها، بس ممكن نلاقي ايه نفسنا في كلابوش. انا حاسه ان انا في وقت من الاوقات ممكن شغلش دماغي خالص. لا يعني انت ممكن تعملي حاجه تعرضك لمساءله قانونيه. وارد جدا. جامده. وارد جدا. وارد، لان انا ما عنديش نولج خالص. ثانيه واحده بقى عشان نطمن على مسار البرنامج ده. هل لكي ميول سياسيه؟ لا لا خالص. هل لكي ثوابت دينيه؟ لا اطلاقا. تشط عن لا اطلاقا، بس احنا هنعرف النهارده حاجات بجد ما تخطرش على بال حد. غيرتي عمله قبل كده؟ اصل في من ضمن الاسئله الواحد رايح يحج فبيغير عمله يتقبض عليه يعني. مواضيع طبعا هو وارد ان اي حد الفتره دي يتحط في مواقف من دي، فعايزين نعرف حتى لو ممكن حد